الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في هذه الصحيفة ودي صحيفة حكايات بتاع يوم 19 ربيع أول، جاب عنوان هنا الكاتب بيقول ارتفاع أسعار الحجبات بسنار. ده الحجبات كمان قال زادت، دي زادت مع الطماطم والعجور لما زاد، قال ارتفاع أسعار الحجبات، قال إقبال كبير على المحبة وأبو القنفذ يفيق بورة البنات. ده العنوان، أبو القنفذ الواحد بتاعنا ده قال ده فيك البورة. كويس نشوف. قال على ذمة الفقيه، والفقيه عنده ذمة؟ كان ما تعرف الكاتب ذاته ذول غريب. قال على ذمة الفقيه، وما دام فقيه ما عنده ذمة، لأنه ساحر كاذب. ده ما ساحر، أنت بتصدقه كمان. المهم قال للفقيه محمد نور الدين عبد الله التاجر بسوق سنجة، قال شهد العام 2015 ارتفاعا ملحوظا لأسعار الحجبات بالولاية، وقال الرجل الذي يمتهن هذه المهنة لأكثر من 15 عاما وورثها عن آبائه وأجداده. دي وارثة كمان الفقيدة، فقي بالميراث. كويس. قال لا، إن حجبات التأمين والسرقة والحروب والتحصين من السرقات المنزلية والدفاع عن النفس ارتفع سعرها بنسبة فوق 15%. يعني عندهم حجاب بتاع سرقة، يعني ما يسرقوك، تلبس الحجاب ما يسرقوك. أها. وحجاب قال بتاع دفاع عن النفس والتحصين وكده. طيب قال وعزى ذلك الإقبال الكبير عليها خاصة في منطقة مايرنو، وأوضح عبد الله أن الأدوات المستخدمة في حجباته عبارة عن جلد وصبغة وعجين، يعني عشان ما يسرقوك يسوي لك حجاب بجلد وعجين. كويس. قال وعن الأسعار، قال إن الحجبات أبو طبلة، الحجاب أبو طبلة سعر 100 جنيه، وحجاب اليد الضراع 50 جنيه، وحجبات الذخيرة تصريف قال 150 جنيه. وقال وعن الأسعار، قال إلى أن قال عرق المحبة، ده طبعا حجاب خاص بالمحبة، لو دار لك مرة معينة كده دار تحرسها والمرة دي أبت ليك وكده عملت لف ودوران وما دار تجي، تجيبها بالحجاب. قال وعرق شوكب قنفذ، عرق المحبة قال 10 جنيه، وهو الأكثر بيعا بالسوق، البورة ما كثيرة. وعرق شوكب القنفذ ب20 جنيه، وده بفك العارض وبورة البنات، وأن نمنح الشخص الذي يتعالج عندنا بعض شوكات مجانا. العروق ترد إلينا من الدمازين والغابات المجاورة لها. على أي حال، الكلام ده كله دمس الخروج من الإسلام. يومك تعتقد إنه في حجاب بحميك خلاص برا الإسلام، بعدك أمشي أبقى مع بطرس، أبقى مع أي زول تاني ما عندك علاقة مع الإسلام، ما دام بتعتقد إنه في حجاب بيحميك، أو بتعتقد كعقيدة إنه الحجاب ده ممكن يجيب لك مرة تتزوجها، فهمتني؟ ده كده بتطلع بيهم من الملة تماما بهذه العقيدة. أما لبس هذه الحجبات ما عنده علاقة مع الدين، يعني أنت من باب الواقع العملي عمليا قد تجد دجال يلبس له حجاب بتاع طبلة، فهمتني؟ ويقول لك تعال بديك السكين دي ما بتطعني، وممكن تشيل السكين وما تطعنه، لكن ما تتخيل انه ده دين. هم قالين المزال احنا فايت علينا، دي ما بتفوت علينا احنا، انت تعال شال حجاب. اي اول حاجة اعرف انه الحجاب ده لو حجبك، لو حجب ما دين، ممكن يحجب التغيير. انا ما اعرف انه احنا عايشين في مناطق فيها دجالين زي ده الكتار جدا، واحد ممكن يطول الحجاب بتاعه كده ويديك العكاز يقول لك اضرب، تضرب في الهوا ساي والله يدك ما تنزلها،
يقول لك الطوالي الجماعه يقول لك اوه يا سلام ولي صالح، شايفينه ولي صالح بتاع شنو؟ ده شغل بتاع شيطان. انت ما عارف الحقيقه، انت خلي بس لين في واحد من اخواننا بنجم اقول له تجيب العكاز ومعاه ايه، العكاز ما براه معاه ايه ايه الكرسي، تقرا ايه الكرسي وترقد للفقيده بالعكاز في اضانه تطق تديله وتضي، لانه اصلا بيكون معاه شيطان. في الاول انت لما تجي ساي شايل عكازك الشيطان قاعد، ترفع العكاز شيطان بيثبته من ورا، انت بتناتل في الهواء شيطان قاعد، يا دول شغل بتاع ابليس. لكن اول ما تقرا القران الشيطان بيفوت، فهمت؟ وبتبقى انت والفكي والعكاز بتدير وقت طوالي، لانه ال- 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 الشيطان ما بيثبت مع القران، مع القران ما بيثبت. وتقرا عليه الايه بتاعت الكرسي من سوره البقره كما قال شيخ الاسلام لا تستطيعها، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تستطيعها البطله، يعني السحره، الساحر ما بيقدر على سوره البقره. اقرا بس بيطفش طوال الشيطان، وبعد ذاك الفكي بيتنجم. شفت وقت الشيطان زحى هتاني الفكي بيحاميه منه، العكاز بياكل راسه، فهمتني؟ ديل عباره عن دجالين ومشعوذين، والدجال والمشعوذ ده باسم الاسلام دار يبقى ولي صالح، ويجي يقنع المساكين انه ده بيمثل دين، وعندنا الحجابات دي يقول لك بكتبها لك، والعروق بتاعتنا وده عرق. مره واحد التعارف قابلته في جامعه السودان، ده قال لي انا امي بتسوي عصيده بسير ياسين، عصيده قلت له في عصيده بدخن بنعرفك، عصيده بزوره بنعرفها، لكن عصيده بياسين دي انا ما قابلتني قبل كده. قال عصيده بسوره ياسين، شوف لعب الصوفيه بالدين، يعني دار ياكل القران وياكل السنه في بطنهم دي جوا، فهمت؟ دار ياكل، ياكل له صوره، يقول لك بسوره ياسين عصيده ياكلها يقول لك ما بتجيني حاجه. شوفوا يا اخواننا، لو كان هذا يمثل دينا لكان اولى به الصحابه، يعني انت ما اكرم على الله من مصعب ابن عمير، ولا اكرم على الله يا صوفي من حمزه ابن عبد المطلب، ابدا ما اكرم على الله من ديل. حمزه ابن عبد المطلب قتل يوم احد، حمزه اسد من اسود الله قتلوه يوم احد، يعني باقي لك الحجاب ده لو دين حمزه ده ما بيعرفه، العروق بتاعتك دي حمزه ما بيعرفها يعني، ولا النبي عليه الصلاه والسلام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم راى في رؤيا قبل يوم احد قال رايت بقرا تذبح، وتاويل الرؤيا ديل من الصحابه اللي قتلوا في غزوه احد، قال ورايت انه يذبح كبش القبيله، وهذا يعني به حمزه رضي الله عنه، ذلك كتلهم يوم احد. انت ما بتفهم؟ يوم احد الصحابه منهم من قتل في القادسيه، ومنهم من قتل في معارك كثيره من معارك الاسلام، ديل كلهم ما بيعرفوا الحجبات دي يعني، كلهم ما فيهم ولي صالح. عشان تجي انت يا صوفي تعمل لها، فانا عندي عرق بتاع السرقه ما بسرقوك، شنو ما بسرقوك؟ انت مستهبل ولا شنو؟ والله يسرقوك، بيه عرقك ده يسرقوك، لانه ده شغل بتاع دجل وشغل بتاع شعوذه. ولا فين بقى جاي ديل؟ انا ما عارف الليله بصلعه وين؟ الليله مروص ولا شنو بصلعه؟ ما شايف انه طفش فات. الدجال الثاني اللي معاه ذاك بشرى، ذاك كمان شغلته بالملك الحريم وعامل فيها بقرا قران ومتفق معاه ديل. النسوان ما تجي جاريه من هناك اوب وتشنقل في نص الحلقه وتقول تكورك، عامله فيها عندها شيطان، الشيطان بشرى ده ذاته، انت ما عارف الشيطان منه؟ بشرى ده الشيطان ذاته اللي شغال دجل وشعوذه، ويجي يقول لك نحن بنعالج ونحن عندنا عروق. شوف ده كله ما عنده علاقه مع الدين الاسلامي. ممكن تلقاه بيحجب، فهمت؟ ممكن تلقى عرق او يكتب لك مره معينه، تلقى البيت جاريه ورا الولد، فهمت؟ يمرق بهيني تمرق وراه، وتلقاه بتكورك بالليل، فلان جيبوا لي وانا دايراه وانا كايساله من زمان، ما كتبها فكي، صور بتاع الشياطين. ممكن ده يحصل، لكن ده ما عنده علاقه مع الدين. انت بدل تمشي تشتري حجاب مش محبه، انت دار تحب محبه شرعيه، لكن ما قله ادب مع البنات زي اللي بيسووه الشباب الليله
في الساحات هناك شارع النيل وين جنب البروج ذاك، قلة أدب مع البنات وقول لك مروسين، راسك مكسر مروس في شنو؟ أنت نصراني احتفال بتاع نصارى، أنت اللي وداك شنو هناك؟ يقول لك لا لا خلي لها راس السنة راسه ولا قعرة، أنت موديك شنو؟ موديك شنو أنت؟ عامل فيها بيحتفل والولد بيحب ومرهف الشعور. لا مرهف لا شعور، ده حرام. انت دار تحب الحلال بل في واحده عجبتك امشي بيتهم، امشي لابوها بدي عارفه مش ليه في البيت، قول له البيت دي انا دايره عرس لي، فهمتني؟ يزوجوا لك الله تم لك حبها دي، ترى الحلال بتاعك يا هادي ذاتها حبها بالحلال، بدل تشيل لك ابو القنفذ ب10 جنيه وشوكه بتاع يا زول، شيل لك نص كيلو بتاع باسطه ب10 جنيه، دار لا ابو القنفذ دي القنفذ بتاع شنو يا اخ؟ خدته قدام المرأة وكله كده وتونس معاه، قلت له شنو يا ظريفة ده سيدار أبو القنفذ؟ دي ما دار لا أبو القنفذ ولا عرق محبة، دي حبسة أنت بالحلال. شفتها شيل لك ايس كريم من بهيني وامشي على المرأة، ده بحلالك الشيل اللي حل لك المولى عز وجل. أما بالحرام حتى الإنسان اللي ابتلي بفعل الحرام، الحرام ده ما دار لا أبو القنفذ، فهمتني؟ الحرام ذاته ما دار ابو القنفذ. اصل بنات الزمن ده دار عرق محبه يا دندن، والله لا دار عرق محبه ولا تخش على رقبتك ساي بس لا الله امشي عدل قعدات مبطحات في النجيله ما شايفين؟ يعني انت عشان تعصي الله المعصيه دي ما قل من الشرك. الصوفي فهمت بلقاك انت صعلوك لا في ساي، بيكون واحد مفلفل شعره لا عنده شغلة فهمت بفكي، لا عنده علاقة بهم، البنات دل بيدوق معاين حنك بيجيبن بيجيبن في النهاية رصيد بجنيهين بيجيب بستة بنات، ده بكون شغال بالنظام ده. الفكي عشان يدخلك في الشبكة بتاعت الشرك يقول لك تعال نكتب لك حجاب، هو يقول له أنا صعلوك ساي كده بس حرام ساي، أما حجاب ده أنا ما عندي معه شغلة، فهمت؟ لأنه ده إبليس ما عنده مراحل، كون الإنسان يحب الحرام دي مرحلة من المراحل إبليس بيدخلك فيها، ما دي معصية، إبليس بيدخلك في الحرام، لكن هذه ليست الغاية عند إبليس، خد بالك، الغاية بتاعت الشيطان مش كونك تتونس معاه بنت الناس، لو تونست معاه بالحرام هاي إبليس عارف ده حرام، لكن الله ممكن يعفو عنك، أنت عارف الحتة دي؟ ممكن ربنا يغفر لك ذنبك ده ما ذنب، ربنا ممكن يغفره، إبليس عارف المعلومة دي. عشان كده هو دي ما دار يصل لها في النهايه، ابليس داير يصل لمرحله انك تعتقد انه الفقي بيديك حجاب والحجاب ده بجيب المحبه وبجيب الرزق، فهمت؟ دي المرحله دار يصل لها ابليس، لانه دي اللي بتدخلك جهنم وما بتمرق منها، لانه ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به، ان يشرك به دي الحجابات دي، فهمت؟ وعرق المحبة والعقائد دي الشرك اللي ربنا ما بيغفره، لكن ربنا ممكن يغفر الذنب، وإبليس عارف المعلومة دي، فهمتني؟ عشان كده الغاية عند الشيطان أن تشرك بالله عز وجل، يطلعك إلى دائرة الشرك بالله، كده بكون يا دوب مبسوط، لأنه دخل واحد معاه النار. ربنا قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إبليس ده ما في جهنم، ده أصلا ثابت هو جهنم ما بيمرق منا. طيب دار له جماعة معه دار يدخلهم براو يعني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس ما بخش براو، فهمت؟ حتى لما انحلف ربنا سبحانه وتعالى قال له لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين، عارف في ناس بيتابعوا فهمت ابليس، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له ايوه انا اعلم انه في ناس بيخشوا معاك لجهنم، وابليس ترى بخشهم بحاجات زي دي، قصوا دي المرحله النهائيه عند ابليس وفوق ليها ما في حاجه تاني، يعني بعد ما تقول يا وتحسونه واحمد التياني تلحقونا، ابليس ما عنده غير كده، سوي لك شنو يعني تاني؟ ما انت كده معاه في جهنم، اذا مت على عقيده زي دي كده انت معاه في جهنم بيكون مبسوط جدا، بيقول لك ايوه كده انت يا دوب بقي صالح، صالح بتاع شنو؟ كده يا دوب انت خشيت جهنم. خالد
مخلد فيها. على اي حال، الحجابات بتاعت الصوفيه دي والعقائد دي في عقائد شركيه، ما بجوز لك تعملها ولا بجوز لك انت تعتقدها، فهمتني؟ والبلاوي دي كلها الان في المجتمع، لو فتشت في جنبكم المشاكل الحاصله في الحله بتلقى كثير من الناس مورطين في الشغل ده، يا كاتبين له ورقه لمره يا بيت كاتبينها، واغلبها في موضوع الزواج، اغلب الحجابات دي في موضوع الزواج. الشغل ده كله اللي بيشتغلوا منه؟ استاذ اسال الجماعه، قول لهم لو دار له حجاب اللي بيشتغلوا له منه؟ يقول لك الشيخ قاعد، يا الشيخ ده منه؟ منو الشيخ ده؟ ده صوفي. الشغل ده شغل صوفيه، يعني الحجابات اللافه دي كلها بتاع الصوفيه كلها. ما يجي واحد يقول لك لا لا يا اخي، في فرق بين الصوفيه وبتاعنا الحجابات. لا يا هون ذات، ما في ذول بيكتب حجابات غير صوفيه. انت لقاك ذول سلفي بيكتب حجاب؟ الله خلقك، لقاك واحد سلفي فارش لي حجابات علينا جاي حجاب محبه، لقاك الا يكون فكت منه ده. لكن ذول سلفي عاقل ده ما بيكتب حجاب، اللي بيكتب الحجاب ده صوفي، لانه دي قاعده في عقائد الصوفيه، فهمتني؟ وفي الكتب بتاعتهم قاعده، عندهم الدجال اللي بيجيبوه في التلفزيون داك قال الحجابات بيجوز، وقال نتعالج بطينه ود الطريفي، طينه بتاعت ود الطريفي. قال يا ناس، قال مشى امريكا هسه، دي اخر الاخبار، اخر اخبار، قال مشى امريكا هناك وفي قسيس اسلمت على يده. بالله دي عمل شنو هسه يعني؟ مرقت من العقيده بتاعت النصارى الاب والابن وروح القدس، وخشت في طينه ود الطريفي، ما عملت اي حاجه يعني. عمل شنو انت؟ قال انا لو والله دي لو لقيت لو لميت فيها بقول لها شوفي، اول حاجه انت لابد تعدلي تاني، انت مش عملتي تعديل؟ خشيت الصوفيه لسه تاني تعملي تعديل عشان تخشي عقيده التوحيد، عديل توحد يا الله. لانه ما في فرق يا اخواننا بين كونك تعتقد انه القسيس بيغفر لك ذنوبك، وتاني تجي بجاي تعتقد انه الفقي بيدخلك الجنه بعدين، الفرق شنو يعني؟ ما ياها ذاته من فيلوساوس هناك وبطرس وميخائيل جات بجاي خشت في ود الطريفي واحمد التجاني نفس الشغله، وعمل وهمه كده، وجات القسيسة وقفت جنبه وعامل فيها بيدعو ليها، رفع يديه بيدعو ليها، وشال الطرحة حقته ديك لبسها ليها. بالله طرحة بتاع شنو ده؟ كله ما بحلك، كله ما بحلك. لكن عشان تعرف السياسة بتاعت اليهود والنصارى هي سياسة بتاعت محبة للصوفية، بيحبوهم جدا. شفت النصارى بالذات بيحبوا الصوفية، والصوفية بيحبوا النصارى، لأنه العقيدة بتاعتهم مشتركة في حاجات كثيرة جدا. شفتها؟ ودي ان شاء الله يوم نعمل لها حلقه خاصه. نقاط الاشتراك بين النصارى وبين الصوفيه، ابن تيميه يتكلم عنها كلام طويل جدا، بيشتركوا في عقائدهم دي عشان كده بحبهم. ديل ودوهم هناك وبيجي من بغداد هناك هسه بيعمل لك فيها انه الداعيه الاسلامي ودخل الناس الاسلام، مو دخلهم الصوفيه، دخلهم الاسلام شنو؟ دخلتهم الصوفيه وبيجوا تابعين للطريقه بتاعتك. على اي حال، شغل العقائد الخربانه دي، فهمت؟ تحت الصوفية دي بتغرقك من الملة، تعمل حسابك تبعد من ده كله، توحد ربك سبحانه وتعالى، وتعبد الله سبحانه وتعالى على الكتاب وعلى السنة بفهم السلف الصالح، ده المطلوب. هذا وصل لهم على نبينا محمد. الصحفي ما أعرف أنا اسمه منو، لكن هو شكله ناقل يعني للمعلومة، الصحفي اللي نقل الكلام ده وشكله ناقل، ما اظنه بغير الكلام ده. المهم انا ما ادري وبغره ما بغره في النهايه، ده باطل.